هنكمل مع بعض شغلنا في الفصل الثامن اللي هو الفصل الاخير عندنا في منهج الفيزياء. احنا في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا على المواد الموصله والمواد العازله وانتقلنا على المواد شبه الموصله واتكلمنا بالتفصيل على المواد شبه الموصله وقلنا مين امثلتها السيليكون والجرمانيوم وخدنا السيليكون وشفنا البلوره بتاعته من جوه عامله ازاي. مش بس كده ابتدينا ندرس كمان تاثير درجه الحراره على المواد شبه الموصله وعملنا مقارنه كده ما بين تاثير درجه الحراره على الشبه الموصل زي السيليكون وعلى المواد الموصله زي المعادن ومن امثلتها النحاس ولقينا ان الاثنين عكس بعض وقلنا نعرف المقارنه ديت علشان ممكن يجيبها لي في الامتحان. كمان قلنا يا جماعه ان ماده السيليكون او اي ماده شبه موصله عند الصفر المطلق اللي هو سالب 273 درجه سيليزيوس اللي هي صفر درجه كلفينيه، معلش انا يمكن اكون اخطات في القيمه ديت في الفيديو اللي فات لكن انا بصحح اهوت، عند الصفر المطلق اللي هو سالب 273 درجه سيليزيوس اللي هو صفر كلفين. عند درجه الحراره ديت بتكون كل الالكترونات في اماكنها جوه الرابط بتاعتها، وبالتالي وكمان مش بس كده ده شديده الارتباط بالنواه او بالذره بتاعتها، وبناء عليه بتصبح الماده ديت بدل ما هي كانت شبه موصله بتصبح كانها ماده عازله تماما ما بتوصلش اي تيار كهربي. كل ما نبتدي بقى نزود درجه الحراره لحد لما نوصل من سالب 273 نزود لحد لما نوصل صفر، وبعد كده طبعا صفر سيليزيوس مش كلفين، نوصل صفر وبعدين نزود 1 2 3 لحد لما نوصل لدرجه حراره الغرفه اللي هي 25 30 درجه سيليزيوس، بتبتدي بلوره السيليكون تكتسب طاقه حراريه. الطاقه الحراريه ديت هتكون كافيه لكسر بعض الروابط، فالكترون مثلا ينتقل من هنا ويطلع يبقى الكترون حر، يبقى في رابطه اتكسرت هنا نتيجه انكسار الرابطه دي يطلع لي الكترون هو اكتسب طاقه وطلع بره الذره فاصبح الكترون حر، ولما الالكترون ده طلع بره الذره ساب لي مكان فاضي وسمينا احنا المكان الفاضي ده فجوه. وضروري تاخد بالك يا جماعه ان الفجوه ديت شحنتها ايه؟ موجبه. ليه؟ لان احنا بنعتبر الذره ساعتها انها فقدت فكانه ساب شحنه موجبه مكانه. طبعا وده كده الالكترون بتاعي اللي هو شحنته تبقى ايه؟ سالبه. خد بالك علشان ما نتلخبطش بين ده وبين اللي هقوله كمان شويه. الفجوه هي جايه نتيجه كسر رابطه، يعني ايه كسر رابطه؟ يعني كان في رابطه تساهميه هنا، الرابطه دي وهي موجوده كانت الذره ديت مستقره، ليه؟ لان هيبقى في اربع الكترونات منها وفي اربع الكترونات من الذرات اللي حواليها في المستوى الاخير وبناء عليها يبقى المستوى الاخير فيه 8، وده معناه ان الذره هتبقى في حاله استقرار. لما كسرنا الرابطه اصبح الالكترون ده حر والرابطه ديت مش خلت الذره غير مستقره، ليه؟ هيبقى عندي 3 الكترونات وفي 4 بالمساهمه يبقى 7 الكترونات، يبقى في الكترون ناقص في المستوى الاخير، فالذره دي مش هتسكت، امال هتعمل ايه؟ كاتبها لك كده في كتاب المدرسه، سرعان ما تقتنص الكترون من رابطه مجاوره، يبقى ناخد بالنا ان الفجوه احنا ما بنقدرش نقول على الذره دي ايه موجب ليه؟ طب ما نقدرش نقول عليها ايه موجب ليه؟ لانها سرعان ما تقتنص الكترون من رابطه ايه؟ من رابطه مجاوره. طيب كده خلصنا الكلام اللي احنا قلناه ده، قلنا بقى في تاثير درجه الحراره ان احنا لما هنزود درجه الحراره كل ما نزودها كل ما مجموعه الكترونات اخرى تكتسب طاقه تكفي لكسر الرابطه فتتحرر. طبعا كل الكترون بيخرج بيسيب مكانه فجوه، وبناء عليه بلوره شبه الموصل النقي تكون في عدد الالكترونات الحره تساوي عدد الفجوات الموجبه. هقول تاني، بلوره شبه الموصل الايه؟ بين قوسين كده النقي تكون في عدد الالكترونات الحره تساوي عدد الفجوات الايه؟ الموجبه. ليه؟ لان كل الكترون كسر رابطه وخرج ساب لي مكانه فجوه، عشان كده عدد ال N بيساوي ال B. احنا بنرمز يا جماعه على عدد الالكترونات اللي هو N وبنرمز لعدد الفجوات ان هو B، فبنقول في بلوره شبه الموصل النقي ال N دايما تساوي ايه؟ تساوي ال B. طيب بيقول لك بقى كل ما زاد درجه الحراره بتزيد الروابط اللي بتتكسر فبتزيد الالكترونات الحره وبتزيد الفجوات، ولكن عند درجه حراره معينه بيتساوى عدد الروابط المكسوره مع عدد الروابط التي يتم التئامها. يعني خد بالك احنا قلنا الرابطه دي اتكسرت بس الفجوه دي سرعان ما تقتنص الكترون من اي رابطه ثانيه هنا، والبيئه اتكونت لي هنا فجوه فسرعان ما تقتنص الكترون من رابطه ثانيه هنا، فاصبح دلوقتي في الكترون بتتحرر وخد بالك في الكترونات بترجع تحل محلها عشان تعمل التئام للرابطه. فكل ما تزود درجه الحراره الالكترونات اللي بتتحرر بتكتر بس هيجي درجه حراره معينه عندها بيكون عدد الالكترونات اللي بتتحرر بتساوي عدد الالكترونات اللي بتروح تعمل التئام للرابط الايه؟ او للفجوات اللي موجوده. ده بنسميها حاله الاتزان الديناميكي او حاله الاتزان الحراري. طب حاله الاتزان الحراري ايه؟ كلمه اتزان حراري وكلمه اتزان اصلا معناها ان حاجه تساوي حاجه. لما اقول لك اتزان حراري يبقى معناها ان في حراره بتساوي حراره، طب ده معناه ايه؟ بص يا سيدي. الالكترون ده علشان يسيب الرابطه بيعمل ايه؟ بيكتسب طاقه حراريه. طيب الالكترون ده علشان يروح للفجوه ديت ويعمل لها التئام، مش هو اتنقل من مستوى ما لا نهايه
وراح لمستوى التكافؤ اللي هنا يبقى هيفقد طاقه، هيفقدها في صوره ايه بقى؟ في صوره حراره. عشان كده بيحصل بنقول عليها اتزان حراري. الالكترون لما خرج اكتسب حراره، وده لما دخل طلع حراره، فبنسميها اتزان ايه؟ اتزان حراري او اتزان ديناميكي. طيب تعالوا نكمل مع بعض شغلنا. الدور دلوقتي على التطعيم. التطعيم مقصود بيه ان انا هضيف شوائب للبلوره النقيه. يعني ايه برضو الموضوع ده؟ تعالى نفهمه بصوره اكثر تفصيلا. احنا هنجيب يا جماعه بلوره سيليكون او جرمانيوم، الاثنين يعتبروا شبه موصل، فهنجيب بلوره شبه موصل نقي وهنبتدي نطعمها بذرات من ماده ثانيه. يعني هنجيب ذرات من ماده ثانيه ونحطها جوه البلوره النقيه دي. طيب ايه الاحتمالات الموجوده عندي؟ عندك احتمالين، ان العناصر اللي انت هتطعم بيها تكون عناصر خماسيه التكافؤ، وطبعا خماسيه التكافؤ يعني المستوى الاخير فيه خمس الكترونات اللي هو مستوى التكافؤ، او ان احنا نطعم البلوره النقيه دي بعناصر ثلاثيه التكافؤ. طبعا ثلاثيه التكافؤ يعني المستوى الاخير بيحتوي على كام الكترون؟ على 3 الكترونات. خلينا نفهم الاول، هي الناس بتفكر بتعمل ده ليه، او الناس عملت الكلام ده ليه؟ الناس عملته يا جماعه لانهم لما جم يدرسوا التوصيليه بتاعه الشبه الموصل لقوا ان في طريقتين نقدر نزود التوصيليه بتاعته بيها. ازاي؟ قال لك اول حاجه احنا خدنا في الفيديوهات اللي فاتت ان احنا علشان نزود التوصيليه بتاعه بلوره السيليكون ان انا اديها طاقه حراريه فتكسر لي روابط فتتحرر الالكترونات، يتكون نتيجه ده فجوات، اصبح فيه الكترونات وفجوات، يعني فيه شحنات بتتحرك، يعني التوصيليه زادت. فدي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه ان انا اضيف شوائب جوه البلوره. انا مش عايز الناس تاخد كلمه شوائب يا جماعه انها حاجه وحشه. يعني احنا بلوره السيليكون دي بلوره نقيه، هنجيب عنصر نحطه جواها، يعني جبنا شائبه وحطيناها جواها، هل ده معناه ان المنتج النهائي هيبقى يعني حاجه وحشه؟ لا مش شرط. ما احنا بنجيب المياه المعدنيه ونحط عليها شويه سكر فيطلع لي ميه بسكر، فعندي ميه نقيه اضفنا عليها السكر، المفروض السكر ده بنطلق عليه في الحاله دي شائبه، خلاص؟ فبنضيفه على الميه المعدنيه فبيطلع لي ميه بسكر. فالمقصد من الكلام ما تاخدش كلمه شائبه ان المنتج النهائي هيكون حاجه وحشه. طيب يبقى قلنا يا اما هنضيف عناصر خماسيه التكافؤ يا اما عناصر ثلاثيه التكافؤ. تعالوا نشوف لو احنا هنضيف عناصر خماسيه التكافؤ ايه اللي هيتم معانا. هنرسم بقى البلوره الجديده. انا طبعا هسيب البلوره النقيه زي ما انت شايف كده، وبعدين هرسم لك البلوره الجديده، بس البلوره هتكون بتحتوي على العنصر الجديد بتاعنا اللي هو عناصر خماسيه التكافؤ. طبعا من امثلتها الانتيون، فانا هاجي ارسم كده عنصر الانتيون زي ما انت شايف كده. هرسم فيه كام الكترون بره؟ هرسم فيه خمس الكترونات، ادي 1 2 3 4 وادي 5. وبعدين انا الانتيون ده حاططه فين؟ حاططه جوه بلوره سيليكون، فالمفروض ان هو هيبقى متحوط ببلورات بذرات السيليكون. فهجيب ذره السيليكون اهي، وذره السيليكون اهي، وذره السيليكون اهيت، وذره السيليكون اهي. وبعدين كل ذره سيليكون احنا عارفين ان جواها كام الكترون؟ جواها 4 الكترونات. هنرسمهم بسرعه كده. طبعا اتعلم انا بعمل ايه علشان لو جالك سؤال رسم في الامتحان تعرف ترسم. انا مش عايز اظهر الصوره قدامك واقعد اشرح على الصوره على الجاهز عشان تشوف الدنيا بتترسم ازاي. بعد كده يا جماعه المفروض ان ده مثلا الانتيمون، ماشي، وان ده السيليكون وده سيليكون وده سيليكون وده سيليكون. طبعا عرفت ان ده الانتيمون ازاي؟ ان هو المستوى الاخير فيه 5 الكترونات. هيبتدي الانتيمون يتشارك بروابط تساهميه مع ذرات السيليكون اللي حواليه زي ما انت شايف كده اهو. طبعا خد بالك ذره السيليكون دي هتبقى معاها انتيمون هنا، الانتيمون اللي هنا ده مشترك مع ده ومع ده ومع اللي هنا ومع اللي فوق وهكذا. فدي كده جزء من البلوره، انا بس عامل لك رسمه واحده بس. خد بالك يعني انا ممكن ارسم هنا كده ذره انتيمون او سيليكون ثانيه، وهنا ذره انتيمون او سيليكون ثانيه، وهنا ذره انتيمون او سيليكون، وهنا ذره انتيمون او سيليكون وهكذا. ففي طبعا روابط كده تمام، وفي روابط كده، وفي روابط كده وهكذا. بقيه الروابط بتاعتي ايه؟ موجوده. طبعا انا ليا غرض ان انا ارسمها، هوضح لك دلوقتي كل حاجه، فلازم نركز مع بعض. بص يا سيدي، هو ذره الانتيمون دي علشان تستقر محتاجه كام الكترون في المستوى الاخير؟ محتاجه 8. طب تعالى نشوف ايه اللي حصل. هي دلوقتي 4 الكترونات منها اتشاركوا مع 4 ذرات سيليكون. هيجي واحد يقول لك يا باشمهندس طب ليه الخامس ده ما اشتركش في ذره كمان؟ ما هو هيشترك ليه؟ ايه الهدف من ان الانتيمون اشترك مع اللي حواليه؟ الهدف ان هو يوصل لحاله الاستقرار. طب الهدف ان هو يوصل لحاله الاستقرار يعني ايه حاله الاستقرار؟ يعني يوصل ان المستوى الاخير يكون فيه 8 الكترونات. طب ما خلاص الرابطه دي مع الرابطه دي مع الرابطه دي مع الرابطه دي خلوا المستوى الاخير ده كانه فيه 8 الكترونات، ادي 2 4 6 8 بالمساهمه بالروابط التساهميه. اصبح الالكترون ده زياده ملوش لازمه في المستوى الاخير. ليه؟ لان هو دلوقتي الالكترون التاسع. فدلوقتي ذره الانتيمون في وضعها الحالي تميل الى فقد الالكترون ده.
او ممكن نقولها بصيغه ثانيه ان الالكترون ده اصبح ضعيف الارتباط بذره الانتيمون، فباقل طاقه هيسيب ذره الانتيمون ويخرج. فانا هقسمه لك كالتالي، هشيل الالكترون ده من هنا كده وانسمه لك هنا على انه الكترون حر، يبقى هقسمه لك هنا على انه الكترون ايه؟ حر. وفي الحاله ديت هتتحول ذره الانتيمون الى ايون موجب. ايه ده؟ مش احنا قلنا يا باشمهندس ان احنا ما ينفعش نقول على الذره في الحاله ديت ايون موجب؟ استنى بقى. هنا كنا بنقول على ديت لما الالكترون بيسيبها ويمشي ما ينفعش نقول عليها ايون موجب، علشان خاطر لما الالكترون بيسيب الذره ويمشي بيبقى فيها سبع الكترونات، ادي ثلاثه والاربعه بتوع الرابط التساهميه هيبقوا سبعه. فدي كده سرعان ما تقتنص الكترون من رابطه مجاوره عشان تتم الثمانيه. اما ده ساب الذره ومشي والذره اصلا فيها 8 الكترونات جاهزين، 8 الكترونات كاملين. وبناء عليه يا جماعه الذره مش محتاجه انها تقتنص حاجه ثانيه، فهتفضل ايون زي ما هي، مش محتاجه تجيب الكترون من بره، فهتفضل ايون زي ما هي. عشان كده طلع لي الكترون حر وفي المقابل اتكون لي ايون ايه؟ ايون موجب. بس احنا مش عايزين ننسى حاجه، مش عايزين ننسى يا جماعه ان كان في اصلا، لو انا افترضت ان كان في الكترون هنا وده الكترون وده الكترون وده الكترون وهكذا، مش عايزين ننسى ان الذره ديت كانت فقدت الكترون حر اهو، ده الكترون حر برضه وعملت لي هنا فجوه، وان مثلا الذره ديت فقدت الالكترون ده وعملت لي هنا فجوه، ده ايه ده؟ الاثنين دول بتوع ايه؟ الاثنين دولت بتوع بلوره السيليكون لما كانت في درجه الحراره العاديه، يعني البلوره النقيه. بصوا البلوره النقيه جواها ايه؟ جواها الكترونات حره ومعاها كمان فجوات، ادي فجوتين وادي الكترونين. فالاثنين اللي انا رسمهم لك دولت هم الالكترونات الحره والفجوات للبلوره النقيه. لما ضفنا ذره الانتيمون عملت لي هي كمان الكترون اضافي، فاصبح دلوقتي عندي 1 2 3 ثلاث الكترونات حره في بالشكل اللي قدامك ده. وفي المقابل عندي كام فجوه؟ عندي فجوه 2 بس. ليه يا جماعه؟ لان الالكترون ده لما ساب ذره الانتيمون ما عملليش فجوه، ده عمل لي ايون موجب. خلاص؟ يبقى في الحاله ديت هتلاحظ ان عدد الالكترونات اكبر من عدد الفجوات. عشان كده بنسمي النوع ده بنسميه ان تايب، بنسمي النوع ده ايه يا جماعه؟ ان تايب. طيب تعال نركز كده. انا هفترض معاك ان عدد الالكترونات ده اللي هو كان موجود في بلوره السيليكون النقيه قبل ما نضيف الانتيمون كان مثلا عدد الالكترونات في الحاله ديت اهوت هسميه ان وليكن 1000 وليكن 1000 الكترون. كان المفروض ان الكلام ده هيديني برضه 1000 فجوه موجبه. ليه؟ لما يتحرر الالكترون في المقابل بيسيب لي مكانه فجوه، ده في البلوره النقيه. قمت انا ضايف ذرات انتيمون، بس احنا لو هنضيف ذرات انتيمون يا جماعه بنضيف عدد كبير جدا، انا افترض ان احنا ضفنا مثلا 10 مليون. فاصبح دلوقتي عندي كمان ان جديده فيها كام؟ 10 مليون يعني 10 اس 7 الكترون. في المقابل هيعمل لي كام فجوه؟ دولت ذرات الانتيمون هتعمل لي كام فجوه؟ مش هتعمل فجوات، ده دي بتعمل ايونات موجبه. فبنسميها ان دي بلس بيساوي كام؟ بيساوي 10 اس 7. ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ قال لك بص، ذره الانتيمون لما حطيناها في البلوره النقيه ادت البلوره الكترون ولا خدت من البلوره الكترون؟ لا، احنا لما ضفناها هي ادت للبلوره الكترون حره، فبنسميها الدونر. دونر يعني معطي، معطي يعني بيدي. خلاص؟ فذره الانتيمون في الحاله دي بنسميها احنا دونر، عشان كده قلنا ايه؟ هي عباره عن شحنات من الذرات الدونر، اللي هي الدونر اللي هي مين يا جماعه؟ يعني المقصود بيها مين؟ المقصود بيها انتيمون. وسميناها موجبه ليه؟ لان ذره الانتيمون بقت شحنات يا جماعه؟ بقت ايونات ايه؟ موجبه. طب انا عندي كام ايون موجب؟ عندي 10 اس 7. ليه؟ مش كل ذره هتطلع الكترون حر هتتحول الى ايون موجب؟ اه. طب ما احنا افترضنا ان احنا حطينا 10 اس 7 10 اس 7 ذره، فكل ذره هتفقد الكترون يعني هتطلع لي 10 اس 7 الكترون، وكل ذره طالما فقدت الكترون هتتحول الى ايون، فيبقى عندي عدد ايونات 10 اس 7. وبناء عليه بيجي يقول لك ان البلوره متعادله كهربيا. البلوره متعادله يا جماعه يعني ايه متعادله كهربيا؟ بص كده، لو جينا بصينا على عدد الشحنات السالبه وعدد الشحنات الموجبه هنلاقيهم قد بعض. ازاي؟ عندك كام الكترون؟ عندي 1000 زائد 10 اس 7. طب عندك كام شحنه موجبه؟ عندي 1000 فجوه وعندي 10 اس 7 ايون موجب. فعدد الشحنات الموجبه بتساوي عدد الشحنات السالبه، عشان كده الذره متعادله ايه؟ كهربيا. لكن ركز كده، انا عندي ال ان يا جماعه اكبر بكتير من ال بي. فين ال ان؟ اهو 10 اس 7 ومعاهم 1000. طب عندي كام بي؟ عندي 1000 بي بس.
امال الهن بلس ده ايه؟ ده ايون موجب ما بيتحركش من مكانه. خد بالك ذره الانتيمون ما بتتحركش من مكانها، ذره الانتيمون ما بتتحركش من مكانها، اما هنا الفجوه ديت بتتحرك من مكانها. ازاي يا باشمهندس؟ بص يا سيدي، مش هنا الالكترون ده ساب الذره، ساب الذره دي ومشي وساب مكانها فجوه؟ اه. هتقوم جاي ديت سرعان ما تقتنص بقى، هتقوم جاي مقتنصه من هنا الالكترون، فالالكترون ده ينزل هنا. اصبحت الفجوه اتنقلت، بدل ما كانت هنا اصبحت الفجوه موجوده هنا. فالفجوه بتتنقل من مكان لمكان، خلاص كده؟ اما الايونات الموجبه اللي هي ذرات الانتيمون اللي فقدت الالكترون ما بتتنقلش من مكانها. فعشان كده بنقول ان حاملات الشحنه هما حاجتين، الكترونات وفجوات وليست الايونات. يبقى حاملات الشحنه هما حاجتين، الكترونات وايه؟ وفجوات وليست ايه؟ ايونات. طب هنا مين اللي عددهم اكبر؟ الالكترونات ولا الفجوات؟ لا، الالكترونات هي اللي عددها اكبر، عشان كده قلنا بنسمي البلوره في الحاله دي بنسميها ان ايه؟ ان طيب. طيب ده كده النوع الاول من البلورات الغير نقيه، بلورات شبه موصله غير نقيه. تعالى نقرا الكلام اللي مكتوب في كتاب المدرسه عشان نفهم الموضوع. قال لك البلوره اللي هي ان طيب يتم فيها تطعيم بلوره السيليكون او الجرمانيوم بعنصر خماسي التكافؤ. وبعدين طبعا امثله العناصر خماسيه التكافؤ الفسفور، الانتيمون او الزنبيل. العنصر الخماسي التكافؤ هيترابط مع اربع ذرات سيليكون بروابط تساهميه، ويتبقى لي الكترون واحد في المستوى الاخير. وبعدين قال لك هذا الالكترون ضعيف الارتباط بالذره، لذلك سرعان ما تفقد الذره فينتج الكترون حر وتصبح الذره ايونا موجبا لانها فقدت. طيب ينضم هذا الالكترون الى رصيد الالكترونات، الى ينضم هذا الالكترون الحر الى رصيد البلوره من الالكترونات الحره. ايه رصيد البلوره من الالكترونات الحره ده؟ مش احنا قلنا قبل ما نضيف الراجل ده كان عندي الكترونات حره وفي المقابل عندي فجوات؟ فين الفجوات؟ ادي الفجوه الاولى والثانيه اهو، وادي الالكترونين بتوعهم. قال لك اه، طب الالكترون ده جه منين؟ جه من ذره الانتيمون، يبقى ده هيضاف الى رصيد البلوره من الالكترونات الحره اللي كانت في البلوره الشبه البلوره النقيه، تمام كده؟ تمام. يبقى ينضم هذا الالكترون الحر الى رصيد البلوره من الالكترونات الحره، اي ان البلوره لها مصدر اخر للالكترونات الحره، وهو ذرات مين؟ الشوائب. فذره الشوائب دلوقتي هي مصدر لمين يا جماعه؟ للالكترونات الحره. وبذلك تحتوي البلوره على عدد كبير من الالكترونات الحره اكبر من عدد الفجوات الموجبه، وتصبح موصله كهربيه. ما انت لما تزود عدد الالكترونات الحره ايه اللي يحصل؟ التوصيليه زادت، لان طالما في الكترونات حره بتتحرك كتير يبقى ده معناه ان التوصيليه ايه؟ زادت، يبقى المقاومه قلت. قال لك الذره الشائبه تسمى ذره معطيه دونر، ويحدث اتزان حراري حيث يكون مجموع الشحنات الموجبه يساوي مجموع الشحنات السالبه. بص دول كده الشحنات الموجبه ودول كده الشحنات السالبه، الاثنين بيساووا بعض، عشان كده بنقول ان الذره متعادله كهربيا. وبيجيب لك سؤال عالي يقول لك ليه مش الذره، البلوره، ليه البلوره متعادله كهربيا؟ هنيجي نقول له لان عدد الشحنات السالبه في البلوره يساوي عدد الشحنات الموجبه، حيث ان عدد الالكترونات الموجوده تساوي عدد الفجوات الموجبه مجموعه على عدد الايونات الموجبه لذرات الانتيمون. طيب بعد ما خلصنا الكلام ده احنا ممكن نكتب قانون. القانون ده هنقول فيه ايه بقى؟ هنقول فيه ان الام اللي هي عدد الالكترونات الاجماليه هنا 1000 و10 اس 7 كلهم على بعض هنقول عليهم ان كده. طيب الان هتساوي بقى مش دي 1000 و10 اس 7 مجموعهم بيساوي ايه؟ 10 اس 7 زائد 1000 اللي هو 10 اس 7 زائد 1000. فكأني بنكتب ان الان هي عباره عن بي زائد الان دي بلس، خلاص؟ يبقى عدد الشحنات السالبه بتساوي عدد الفجوات الموجبه زائد عدد الايونات الموجبه جوه البلوره. طيب قال لك حاملات الشحنه في البلوره ديت، حاملات الشحنه السائله هي الالكترونات. ايه ده؟ يا باشمهندس مش انت قلت من شويه ان حاملات الشحنه بتبقى الالكترونات والفجوات؟ اه صح، مفيش مشكله الكلمه دي صح. امال ايه اللي هو كاتبه لي ده؟ كاتب لي عدد، كاتب لي ان حاملات الشحنه السائله، يعني اللي هي الغالبيه، يعني الغالبيه في الحاله دي هتكون مين يا جماعه؟ هتكون الالكترونات. طيب كده خلصنا النوع الاول من البلورات الغير نقيه، هناخد فاصل ونرجع نكمل النوع الثاني من البلورات. نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالوا نكمل مع بعض الجزء اللي ناقصنا، ودور دلوقتي على التطعيم بالعناصر ثلاثيه التكافؤ. قلنا كلمه ثلاثي التكافؤ يعني المستوى الاخير موجود فيه ثلاث الكترونات. من امثله العناصر ديت هي الالومنيوم والبروم، فاحنا هنجيب الومنيوم او بروم وهنبتدي نطعمه جوه بلوره سيليكون نقيه. مش عايزين ننسى يا جماعه ان بلوره السيليكون النقيه هي اوريدي جواها الكترونات حره وجواها فجوات. لو جواها 100 الكترون هيبقى جواها 100 فجوه، لان احنا قلنا البلوره النقيه كل الكترون بيطلع بيسيب لي مكانه ايه؟ بيسيب لي مكانه فجوه، خلاص؟
فاذا دلوقتي البالونه النقيه جواها الكترونات وفجوات بس الاثنين قد بعض. طيب تعالوا بقى نشوف لو احنا جبنا العنصر الثلاثي التكافؤ ده وحطيناه جوه البالونه النقيه دي ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل كالتالي، ان هتبتدي الذره الثلاثيه التكافؤ ترتبط مع ذرات السيليكون اللي حواليها او الجرمانيوم يعني بروابط تساهميه، فيتكون هنا رابطه وهنا رابطه وهنا رابطه. خد بالك بقى. طيب دلوقتي ذره الالومنيوم المستوى الاخير فيه كام الكترون؟ 1 2 3 وطبعا بالمساهمه 4 5 6 فجواها 6 الكترونات. خد بالك بقى، ده كده هيتكون لي نتيجه، ده هيتكون لي هنا فجوه. ايه ده يا باشمهندس فجوه؟ هو كان تعريف الفجوه ايه؟ رابطه اتكسرت فالكترون اتحرر فساب لي مكانه فجوه فاضيه تحتاج الكترون علشان تلتئم. يعني ايه؟ يعني معنى ان في فجوه يا جماعه معناه ان الذره مش مستقره، وعلشان تستقر فهي محتاجه الكترون. لازم تفهم دي كويس وتفرق ما بينها وبين الايون الموجب اللي هنا. هنا الكترون طلع بس ما سابش مكانه فجوه. ليه؟ لان الذره بص ادي اربع الكترونات والاربعه اللي بالمساهمه مع الذرات الثانيه فبقوا ثمانيه. فدي مش فجوه. ليه؟ لان هي مش محتاجه تلتئم، هي خلاص المستوى بتاعها مستقر. اما هنا يا جماعه انا عندي هنا 3 و3 6 فدي تبقى فجوه. ليه؟ لان ما ينفعش المستوى يفضل فيه 6، هي عايزه تكتسب الكترون علشان تكمل المستوى. هيجي واحد يقول لي طب ما هي لو اكتسبت الكترون هيبقوا 7. لا مش هيبقوا 7. ليه؟ بص اللي هيحصل، هي مثلا ذره الالومنيوم دي هتبتدي تاخد الكترون من هنا وتجيبه هنا. طب هو الالكترون ده لما يجي هنا ايه اللي يحصل بينه وبين الذره اللي قصاده؟ هيحصل بينهم رابطه تساهميه، فهيبتدي ايه؟ يحصل رابطه تساهميه. اصبح دلوقتي ذره الالومنيوم حواليها كام الكترون؟ بص 1 2 3 4 دول الاساسيين اللي معاها، ولواحد 2 3 4 اللي موجودين بالروابط التساهميه مع الذرات المجاوره، فاصبح فيها 8 الكترونات. بس خد بالك مش عايزين ننسى ان ذره الالومنيوم خطفت الكترون من هنا. طالما خطفت الكترون من هنا يبقى هتسيب لي هنا فجوه. ليه؟ لان الذره دي كده هتبقى مش مستقره. بص جواها الكترون 2 3 ومع الروابط التساهميه اللي حواليها 3 كمان يبقوا 6، فهي محتاجه الكترون، فدي بنسميها فجوه. خدوا بالكم بقى من الكلام ده. معناه يا جماعه ان ذره الالومنيوم لما حطيناها اقتنصت الكترون من رابطه مجاوره وعملت لي فجوه. مش عايزين ننسى ان احنا كان عندي هنا اساسا الكترونات حره موجوده، وكان عندي شويه فجوات هنا مثلا هنا وهنا، كان عندي ادي فجوه وادي فجوه. دول جايين منين؟ الالكترون ده والالكترون ده والفجوه دي جايين منين؟ جايين مع البالوره النقيه اللي شرحناها لك من شويه. البالوره النقيه يا جماعه زي ما احنا فاكرين كان فيها الكترون بيتكسر الرابطه بتاعته نتيجه الطاقه الحراريه من جانب الوسط المحيط، فيطلع لي الكترون وسايب مكانه فجوه. اهو الكترون طلع وساب لي مكانه فجوه، الكترون طلع وساب لي مكانه فجوه. وكنا بنقول ساعتها ان الN هو نفسه البي زي ما قلنا، فعدد الالكترونات هنا بيساوي عدد الفجوات هنا. لكن لما ضفت ذره الالومنيوم زودت لي بقى في البالوره، زودت لي فجوه هنا، فاصبح دلوقتي عندي كام فجوه؟ 1 2 3. طب كام الكترون؟ 1 2. يبقى انا عندي الكترونين حر وعندي 3 فجوات موجبه. فمين اللي زاد؟ الفجوات. عشان كده بنسمي النوع ده بنسميه البي طيب. ليه بنسميه طيب؟ بي طيب لان حاملات الشحنه السائده بتكون هي الفجوات وليس الالكترونات. ايه ده يا باشمهندس؟ هو الفجوات بتنقل تيار؟ اه يا جماعه، ما خد بالك معنى ايه ان يتكون هنا فجوات؟ معناه ان في الكترون اتحرك من هنا راح عمل التئام بالرابطه اللي هنا دي، فالكترون اتحرك كأن الفجوه كانت موجوده هنا واتحركت هنا برضه. يعني خد بالك حركه الالكترون عكس حركه الفجوه. الفجوه الاول كانت هنا في الالومنيوم، خد بالك، والالكترون هو اللي كان موجود هنا. فاللي حصل الالكترون اتنقل كده، بص الاتجاه بتاعه كده، والفجوه اتنقلت بقت هنا، فالالكترون اتحرك كده والفجوه اتحركت كده. ولكن عايزين ناخد بالنا ان عدد الفجوات ادي 1 2 3 اكتر من عدد الالكترونات الحره، وبناء عليه بنسميها بي طيب. هيجي يقول لك علم، هنيجي نقول له لان حاملات الشحنه السائده هي الفجوات الموجبه. عايزين نقول تاني بنفس الصيغه اللي قلناها المره اللي فاتت هنا، هنقولها هنا برضه. هنقول ان عدد الذرات اللي احنا بنضيفها مش ذره ولا 2 ولا 100 ولا 1000، احنا بنضيف عدد كبير جدا. فانا هاجي اقول كده ان في البالوره النقيه كان عندي عدد الكترونات ان وكان عندي عدد فجوات بي، الاثنين كانوا قد بعض بالظبط في البالوره النقيه. قلنا احنا ضايفين ذرات شاهبه ثلاثيه التكافؤ. ضفنا كام؟ ضفنا وليكن مثلا عدد ذرات 10 اس 7 زي ما كنا ضايفين هناك. يبقى ضفنا عدد الذرات 10 اس 7 ذره. طيب خد بالك بقى كل ذره هتعمل ايه؟ شوف ذره الالومنيوم جابت الكترون من رابطه مجاوره فعملت لي فجوه مكانه. يبقى كل ذره هتعمل فجوه. يبقى لو انا جبت 10 اس 7 ذره يبقى انا عملت اضافي 10 اس 7 فجوه. فاجي اقول كده في بي كمان
مقدارها 10 اس 7. يبقى لو افترضنا ديت كانت في الاول 1000 ومعاها 1000 الكترون، دول كانوا بيساووا بعض في البالونه النقيه. فاحنا لما ضفنا 10 اس 7 ذره فجابت لنا 10 اس 7 ايه؟ فجوه. وده هينتج عنه بقى خد بالك ان A سالب بيساوي 10 اس 7. ايه ده يا باشمهندس؟ ده كلام صعب، ده كلام اسهل من السهوله نفسها. بص يا سيدي، هو الالومنيوم ده عمل ايه؟ خد الكترون، بنسميها احنا ايه؟ اكتسب الكترون من الربط المجاور. هو لما في ذره بتكتسب الكترون بتتحول لايون ايه؟ ايون سالب. فانا عندي دلوقتي عدد ايونات سالبه يساوي 10 اس 7. ليه يا جماعه؟ مش كل ذره الالومنيوم اكتسبت الكترون وسابت لي فجوه؟ اه. فهيبقى كل ذره من ال 10 اس 7 اتحولت الى ايون سالب. عشان كده بنقول اصبح عندي 10 اس 7 ايونات سالبه وعندي 10 اس 7 فجوات. خد بالك بقى من الكلام. ايه كلمه ايه دي؟ كلمه ايه يعني اكسبتور؟ يعني ايه اكسبتور؟ كلمه اكسبت يعني يتقبل او يستقبل. فاكسبتور يعني مستقبل، ذره مستقبله. يعني ايه ذره مستقبله؟ احنا لما ضفنا البورون هنا عمل ايه؟ استقبل الكترون من ذره خارجيه. فعشان كده بنسميها اكسبتور. هنا الانتيون كان بيعمل ايه؟ كان عنده الكترون زياده وبيخرجه بره، فكنا بنسميه دونر، دونر يعني معطي، تمام؟ فبقى عندي دلوقتي عدد الايونات السالبه للذرات المستقبله يساوي 10 اس 7 ايون. وعندي عدد الفجوات بيساوي 10 اس 7 فجوه. ليه؟ لان كل ذره اتحولت الى ايون سالب كانت سابت لي فجوه، خلاص؟ لو لاحظت برضو انك انت هتلاقي ان عدد الشحنات السالبه بيساوي عدد الشحنات الموجبه. مش دي فجوه ودي فجوه؟ اه. عددهم كام؟ 1000 ومعاهم 10 اس 7. طب عدد الشحنات السالبه 1000 ومعاهم 10 اس 7. خد بالك انا مش بقول عدد الالكترونات، انا بقول عدد ليها الشحنات السالبه. الالكترون شحنته سالبه والذره اللي اكتسبت الالكترون هي كمان شحنتها سالبه. فنفرق ما بين الكلام ده. فانا عندي كام شحنه سالبه؟ عندي 1000 ومعاهم 10 اس 7. ده معناه ان الاثنين دول قد بعض. عشان كده بيجي يقول لك البلوره ايه يا جماعه؟ متعادله كهربيه. هقول له ليه؟ هيقول لي علل. اقول له لان عدد الشحنات السالبه بيساوي عدد الشحنات الموجبه، اللي هم ايه؟ ان عدد الفجوات اللي موجوده في البلوره بيساوي عدد الالكترونات اللي هي الحره مضافا اليها عدد الشحنات السالبه للايونات السالبه لذرات العنصر الثلاثي التكافؤ. طيب بكده يكون خلصنا البي تايب والان تايب. طب البي تايب سميناها بي تايب ليه؟ عشان عدد الفجوات فيها هي الحاملات الشحنه السالبه، وعدد الفجوات اكبر من عدد الالكترونات. اما في الان تايب كان عدد الالكترونات الحره اكبر من عدد الفجوات، وبناء عليه سميناها ان تايب. ليه؟ لان الشحنات السائده هي الالكترونات الحره. طيب وطبعا خدنا القانون ده وخدنا القانون ده، فاضل لي بس القانون هنا ان هاجي اقول له ان البي، طبعا البي بتساوي ايه؟ 1000 و10 اس 7، ده اجمالي البي. طيب ال 1000 ومعاهم 10 اس 7 بيساوي ايه؟ بيساوي برضه 1000 زائد 10 اس 7 اللي هو مين؟ ال 1000 اللي هو الان، زائد ال 10 اس 7 اللي هي مين؟ اللي هي ان ان ايه ماينس، اللي هي ان ايه ماينس. خلاص كده كده بالشكل بتاع ده. وبكده يكون خلصنا الان تايب والبي تايب. هنقرا الكلام ده برضه من الكتاب. طبعا هي الكلام اللي مكتوب في المذاكره انا جايبه من الكتاب بالنص يعني. لما نيجي نتكلم على شبه موصل من نوع البي، طبعا دي بلوره غير نقيه، دي بلوره غير نقيه، دي بلوره شبه موصل نقي سواء كانت سيليكون او جرمانيوم. ممكن تشيل دي كده عشان تنفع للسيليكون والجرمانيوم، خلاص تمام. لما نيجي نتكلم على البلوره من النوع الموجب، اول حاجه قال لك يتم فيها تطعيم بلوره السيليكون او الجرمانيوم النقيه بعنصر ثلاثي التكافؤ من امثلته الالومنيوم، الجاليوم او البورون. طيب رقم اثنين قال لك ذره الشائبه زي البورون او الالومنيوم بتعمل ايه؟ تحتوي على ثلاث الكترونات في مستوى التكافؤ بتاعها، فترتبط بثلاث روابط تساهميه مع ذرات السيليكون او الجرمانيوم كما هو موضح. وبعدين قال لك تجذب ذره البورون الكترونا من ربطه مجاوره. ذره البورون دي كان هنا جواها ناقصها الكترون، اما جاي عامله ايه؟ جذبته من ربطه مجاوره. وبعدين يا جماعه قال لك ساعتها هتلاقي ان البورون اصبح عدد الالكترونات في مستوى التكافؤ بتاعها مكتمل، ولكن في المقابل ثبت لي فجوه هنا. طيب قال لك هذا الالكترون المكتسب من احدى الروابط يترك مكانه ايه؟ فجوه في رابطه السيليكون. تنضم هذه الفجوه اللي هي دي الى رصيد البلوره اللي هي كانت نقيه من الفجوات الموجبه. عشان كان عندي هنا فجوتين والكترونين في الذره في البلوره قبل ما اضيف الشرايط، اه لما ضفنا الشائبة عملت لي فجوة جديدة، فبنقول إن الفجوة الجديدة دي تضاف إلى رصيد البلورة من الفجوات الموجبة. طيب وبعدين؟ قال لك الذرة الشائبة تسمى ذرة مستقبلة اللي هي اكسبتور، ويحدث اتزان في البلورة بحيث يكون عدد الشحنات الموجبة يساوي عدد الشحنات الإيه؟ السالبة. طبعًا حاملات الشحنة السالبة هي مين؟ هي الفجوات.
طيب بكده يكون خلصنا شرح الان طيب والبي طيب، واتمنى ان انا اكون بسطتهم لكم بالطريقه اللي تفهموها كويس. هيبقى لنا جزء صغير اللي هو قانون فعل الكتله، وعندنا شويه مسائل. طبعا قانون فعل الكتله انا هعمله في فيديو لوحده بالمسائل بالمره عشان نختم الجزء ده، ونبتدي بقى نخش في الشغل الحقيقي اللي هو العناصر الالكترونيه زي الوصله الثنائيه والترانزستور. نشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.